الغزالات ديالي كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا على خير وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. المهم شكرا لكاع البنات اللي كيسولوا عليا، شكرا لكم من القلب الخالص. البنات اللي كيسولوا منار، اللي كيسولوا عليا تيكتبوا لي يا اكرم عندك تكون رجعت للسبيطار ومساكن مخلوعين بحال ما تبات اختهم. المهم شكرا لكم لهلا خطيكم، الحمد لله. اش غادي نديروا؟ هادشي اللي كتب الله شويه قاصحه وصعيبه لحقاش. ما كان مسكين لا مريض، ما تيشرب شي دواء، ما تيعاني لا من سكري لا من مرض القلب لا من شي مرض، ما تيعاني من والو مسكين. صحه سلام مشى للسوق، مسكين السوق ديالو راكم شفتوا معايا با في واحد الفيديو ملي كنت تما، يعني مشى مسكين للسويقه ديالو نشر سلعته وجا مسكين في الليل نعس ناضم على الصباح بكري تيقول انا فيه الحريق في قلبه. داتو ماما عند الطبيب قال لها رمبوشي لي العروق، داتو الكلينيك سرحوا ليه العرق بان عادي، يعني فداك بحال داك الفيديو اللي شفتو معايا اللي وريتكم تيهضر عادي. قلت صافي العمليه نجحات كلشي داز وهذاك اش غنقول لكم. صافي طمأنينا شويه مسكين. مع داك الفيديو تتقول ليه سميه وتنشكرها بزاف، سميه صاحبه ديال ماما واختي وبنت جيراننا وقفات معاها، ومسكينه هي اللي بقات مع با وهي اللي مشات معاه للبلوك، مسكينه دخلت عنده هي اللي دارت لي داك الفيديو. تتقول لي كي بقيت يا خالي احمد تيقول لها مسكين قرب قرب، قالت لي راه قال لي واش تاتي داروا لك هادشي كاع ما عرفتك تنسحبك غفرم ليا، يعني قالت لي شوفي ما تخافيش ربك صابر راه تسرح العرق راه كلشي مزيان. الغد لي تنصوني اش نقول لكم، قالت لك ماما راه ما بغاش ياكل لينا الماكله ديال السبيطار، قلت لي راه باس لا راه ما غتعجبوش وبا مولف الماكله بنينه. هي هذيك عيطت على واحد الريستورون اورديت لي واحد الطويجين قلت ليهم ديال الملج وعافاك ما تكونش فيه الشحمه وما تكونش فيه الملحه. تنصوني على ماما على اساس برا نزل زعما نزل للشومبر ديالو باش نصيفط ليه زعما الليفروري يدير ليه الماكله، يدير لي ابل فيديو تتقول لي واه اكرام بلا ما تجيبي الماكله، هو مسكين تيقول لها من تحت الماسك ديال الاكسجين واش صافي. هذيك اخر لحظه شفتو مسكين تحت الماسك زاد عليه الحال، يعني كما قلت لكم مورا العمليه كان باستابل راكم شفتو داك الفيديو اللي تيقول تنشوف يعني كان عادي وجهه مفشوش، يعني هذاك الشيء راه من مورا العمليه من مورا التسريح ماشي عمليه، راه ماشي دار عمليه حلوا ليه دار وقدوا ليه القلب ولا شي حاجه، راه غير سرحوا ليه العروق اللي مبوشين، يعني نورمالمون ماشي شي حاجه اللي غراف غراف. ولكن ما شوفوا الاجل تقاضى بلا ما نبقى لحقاش، انا بقى بحال ما عرفت مالي، المهم بحال ما مطيقاش ما تنعش تبقى يبان ليا بار الهضره ديالي ملي كنت صغيره ما عرفت. المهم تنحاول شويه نثبت راسي باش ما يطرى ليا والو. صافي الحمد لله مات موته سهله، كان انسان كريم عمره ما خرج العار ولا العيب لشي واحد، شي زعما حقاش با قسما بالله ماشي حقاش با، ولكن راه الناس اللي تتعرفوا راه تتقولها فيه. عمره مسكين ما خرج العيب لشي واحد، كان قانوع ما عمره طلب شي واحد شي حاجه، ما عمر شي واحد دق علينا تشكلنا منه. واش غنقول لكم؟